من موقع اليوم السابع عندنا خبر عن التعليم اللي بتعلن مقررات امتحانات الترم الثاني لطلاب الثانوي العام قريبا. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقررات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوي العام قريبا، حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال 3 امتحانات شهرية في المنزل، مؤكدة أن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني بالترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة. كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أنه سيتم إتاحة نتائج الترم الأول لعام 2020-2021 للصفين الأول والثاني الثانوي غدا الاثنين الموافق 22 مارس.